السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد سيتها مفي عنتاي هو في عنا هذه النسيتاي هو في عنا شيخ محمد انت ولا يسست وحان لو باهي ان انا سو بندقنا وحيا انا سو برنا اي ديار موتاي ها صوت شيخ دعاء الاخر استمرك هودا لا سو توسو عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه نشور. حاجة يا كقبتي سولي يا أباتي محاضر دونتا. عن عبد العزيز بن شعيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سولي قاعد كسر بحذي حاجة صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث محاد أديار قروذي إن تقولي كبحذو وبنان كآتو محاد أخري صندومتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الخلاء قال غفرانك وحد كشقرقي إله مسجدك وأنا صو عبادستي محل آخر ستان مركل قصو بحيو. عن عبد المالك بن سعيد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك من فضلك ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟ يجب علي أن أتوضأ لأقف أمام ربي طاهرة ونظيفة. كيف تتوضأ؟ أحضر الماء وأنوي الوضوء بقلبي وأقول بسم الله وأصل كفي 3 مرات أتمضمض واستنشق وأصل وجهي أصل يدي إلى المرفقين أمسح رأسي مع أذني أصل رجلي إلى الكعبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.